ودي بقى دي الضربة القاضية بقى. ربنا يعافينا وعافيك يا رب. أنا بقول لك الكلام ده كله وعمال بجيبه لك بشكل بسيط، مع إن الكلام ده كله يحزن والله. الكلام ده كله والله العظيم الكلام ده كله يبكي. بس أنا بقول لك بشكل بسيط ليه؟ عشان ما تقولش ده بيأس من رحمة ربنا. أنا بقول لك كده عشان خايف عليك وبحبك. وبتمنى ورب الكعبة إن ما فيش مسلم على وجه الأرض إلا لما يصلي. يا أخي ده عزك، عزك وكرامتك وحياتك كلها، حياة قلبك وحياة جسدك وحياة حياتك كلها وسعادتك كلها في إن أنت تسجد وتذل نفسك للخالق سبحانه وتعالى. هو اللي قال لك كده، واسجد اقترب قرب. وزي ما بقول دايما انزل تحت تطلع فوق. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، حديث قدسي. لك ان تتخيل ان اكثر ناس بيكرهوا الصلاه هم المنافقين، ولو ان يصلي يقوم وهو يعني جايبها من تحت درسه يعني. فاهم ازاي؟ ربنا قال كده، قال جل وعلا: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. طب لما يقوموا يصلي، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. طب بيقوموا يصلوا ليه تراهم كسالى؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يا سبحان الملك، شوف الوصف الدقيق. طب وسط مش عايز يصلي اصلا، ولو اتحرك في وسط الناس كده يلا عشان نصلي، طيب امرنا الى الله، يقوم قايم متوضي وممكن ما يتوضاش كمان، فاهم ازاي؟ عاديه يعني. ويخش يصلي وهو يعني انت عارف مخنوق من نفسه ومش طايق هو في صلاه. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. طب ليه ده كله؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. لان المؤمن بيذكر الله ذكرا كثيرا. خدت بالك؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ليه المهم هذا الذكر؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. دول اهل الايمان. ربنا يجعلنا واياكم من اصحاب القلوب الحيه. خدت بالك؟ يبقى المنافق لا يمكن يقوم يصلي، ولو قام يصلي يقوم يصلي هو ايه؟ وهو كسول. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني ما فيهما من الاجر، لاتوهما ولو حبوا ولو زحفا. يعني لو يعرفوا الخير اللي موجود في صلاه العشاء وصلاه الفجر والله العظيم كان يجوا زحف على بطونهم عشان يوصلوا للصلاه. يا سبحان الملك. ولذلك يعني عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لو تذكر بشر المشائين ايه الى في الظلم الى الصلاه بالنور التام يوم القيامه، عشان الحته دي، عشان حته ولو يعلمون ما فيهما النور والخير والبركه في صلاه الفجر، صلاه تشهدها الملائكه، ومن صلى البردين دخل الجنه، البردين هما العصر والفجر، خير كبير جدا. يبقى ايه؟ اذكر الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. وتشوف بقى حال الصحابه، سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ايه؟ كنا اذا فقدنا الرجل في صلاه الفجر والعشاء اسانا به الظن. اسانا به الظن، قلنا لا 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 ده اكيد ممكن يكون دخل عليه شويه نفاق. تخيل ليه؟ عشان ما شافوهوش في صلاه الفجر ايه؟ والعشاء. امال اللي ما بنشوفهمش عملنا كله دول يبقى ايه؟ شوف المساله تخاف ازاي؟ يبقى ترك الصلاه يورث النفاق. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من النفاق. لا ده في عقوبات تانية كمان غريبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر يعني فقد. خيل واحد واقف كده ولاده اتقتلوا أو زوجته أو أبوه أمه وفلوسه اتخذت، فجمع عليه حصرتين، حصرة فقد الأحباب، فقد الأحبة، واخد بالك، وحصرة الطلب بالفقر، عايز يطلب الثأر بقى بعد كده، ادي حصرتين. فكذلك الذي تفوته صلاة العصر يجتمع عليه غم الإثم إنه ما صلاش، وغم فقد الثواب اللي كان هياخده لو صلى. يبقى إيه؟ فقد ثواب، ادي غم. الغم الثاني إنه إيه؟ خد إثم، إنه ترك إيه؟ صلاة العصر. يبقى إيه؟ يبقى الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وما لا، ده الحديث الثاني مرعب أكتر بقى، حديث رواه البخاري. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. حبط عمله ده اللي بيسيب ايه؟ صلاة. الحديث البخاري قال: من ترك صلاة العصر ايه؟ فقد حبط عمله. ده اللي ساب صلاة العصر. امال اللي ساب صلاة الخمس؟ امال اللي ما بيصليش حتى الجمعة؟ امال اللي حتى ما بيصليش في رمضان؟ ده نقول له ايه؟ احنا طبعا مش عايزين نقول له حاجة وحشة، عايزين نقول له بنحبك في الله ونفسنا تيجي تصلي، نفسنا ان انت تيجي تصلي، لان في النهاية انا ماليش اي غرض غير ان انت تخش الجنة، وماليش اي هدف غير ان ربنا يرضى عنك، وماليش اي مطمع غير ان ربنا يجمعنا واياك في ظل عرش الرحمن. ابدا.
ما يعني ما لا تفكر ابدا ولا تعتقد ان انا ممكن اتلذذ في يوم الايام بان مسلم يعذب ابدا. اتمنى ان انا افديك بروحي والله. عشان كده بقول لك هذا الكلام قبل ما نلقى الله عز وجل وتندم وتلاقي نفسك مره واحده تقول رب ارجعون لعلي اعمل صلاح. قديم اقول لك من دلوقتي بقول لك بفكرك في يوم كذا واحنا في قناه الناس وعلى الهواء مباشره بقول لك صلي عشان انا بحبك في الله ونفسي ربنا يجمعنا في الجنه عشان لما نجتمع في الجنه افكرك. اقول لك فاكر بقى فاكر الحلقه بتاعت يوم كذا الساعة كذا لما سمعت الحلقة دي ولعل وعسى ربنا يفتح قلبك لعل وعسى يمكن ربنا يفتح قلبك للصلاة ونجتمع في الجنة. وأقول لك شفت يا أخي ربنا جزيك عني كل خير. آه ربنا جزيك أنت مش أنا جزيك أنت. عارف ليه؟ لأن أنت ربنا يكرمك يعني لو صليت هتكون سبب في أن أنا أخد حسنة حسنتين ثلاثة أخد أي أجر. يبقى أنت اللي بتكرمني مش أنا اللي بكرمك. أوعى تفتكر أن أنا اللي بكرمك والله العظيم أنت اللي بتكرمني. عشان كده بقول لأي داعية انت اللي محتاج الناس مش الناس اللي محتاجالك. عشان كده اوعى تتعامل مع الناس من برج عالي انا اللي بعلمهم انا الطائع وهم العصاة انا العالم وهم ابدا ابدا. على طول تامل وتذكر قول المولى عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. انت ما جيتش الدنيا دي لقيت نفسك ما شاء الله راكع ساجد تالي لكتاب الله عز وجل ذاكر لله عالم. ما جيتش لقيت نفسك كده. ياما كنا وحشين وربنا ربنا هو اللي جابنا هنا هو اللي اكرمنا هو اللي اخذنا واصطفانا هو اللي علمنا هو اللي من علينا بكل الخير ده كله. يعني الفضل كله لله والله العظيم الفضل كله لله. فربنا يكرمك. انا بقول لك الكلام ده عشان والله نفسي تصلي نفسي واملي في الله انك تصلي وانا حاسس انك هتصلي ان شاء الله. انا يعني حاسس ان شاء الله القلب ابتدى يتفتح دلوقتي ان شاء الله هتصلي ان شاء الله هتصلي. واوعى تحتقر نفسك اوعى تقول اصلا ذنوبي كتيره. والله العظيم ذنوبك مهما كثرت ومهما عظمت فهي شيء. وقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. اوعى تيأس قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.